السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي انا عندي داينامو، بتروح هنا للداينامو بلاير وتضغط تشغيل يشتغل معاك، او بتروح هنا للداينامو وتشغله. لكن تعمل ايه لو انت عايز تضيف له حاجة هنا؟ يبقى عندك حاجة خاصة بيه هنا تضيفه للشريط اللي فوق، الريبون اللي فوق دوت. فبنلاقي عندنا أداة اسمها نونيكا. الأداة دي عبارة عن ايه؟ ان انت تقدر تضيف زي ما انت عايز. هو بيديك بعض الزراير، فانت تختار اني ادنس اللي هتضاف هنا وتضيف لها الايكون بتاعتها. زي ما انت شايف الموضوع سهل جدا، مجرد هتقول له انا عايز اختار الدينامو الاكس او الواي، وعايز يبقى ليه ايقونه معينه، فيبقى عندك الشريط كله بالشكل دوت. هو في منه اصدارين، واحد فري وواحد بمبلغ $5 في الشهر. الحاجات اللي هنا يعني اللي هي في الفري معقولة، ما فيهاش مشاكل. تمام. طيب كل اللي عليك عشان تسطبه ان انت هتيجي هنا وتشوف الأداة ديت، هتقول له سيت اب. تمام. ممكن تقول له انا عايز اجربها لمدة 30 يوم بالشكل دوت. تقول لك انت هتسطب ويظهر لك هنا. تبدأ انت بقى ايه، تقول له الايقونه دي هي دي اللي هتكون فيها مثلا الملف بتاع الداينامو اللي اسمه كذا، وعايز تضيف له الايقونه الفلانيه.